600 قناريه 600 البخار طيب انت وجيت انا والله 600 زوز كتيم على ما هي هاك ترا فيها من الغلا والكوي جيت تشري حاجه وتطور نخزر للبنان قداش للفريز قداش البرتقال قداش والله ايش باش نقول لك هما شنيا يقولوا على اسعار وخي غاليه نشريو حاجه هكايا غاليه 5000 تشريبات 4000 حاجتي جيب تشري حاجه اخرى طوف طرف الطماطم ب 4000 البارح الفلفل شريته كيلو وطرف ب 4000 فرنك كيلو ميم با وربع شيء غريب شنيا شنيا 600 كناري حمراء زوزتي الدينار عامل السلاطه كل شيء يخص اليوم كل شيء بلاش بدات ترخص الدنيا 600 600 الكناريه 600 500 بالحلفاوين اي والله تبيع شي زوز بدينار الكناريه لا حلفاوين لا والو ثلاثه بدينار كناريه نقصوا من الكلاب ثلاثه بدينار كناريه في الحلفاوين فماش بجل في الحلفاوين فماش بجل بالك ما فماش حتى تسال لهنا ما يسالش اللي تحبي انت نبيعوا لك حتى ب 100 نبيعوا لك بس اكل وكاهو على صندوق التعويض راه شو ولا صار انا بس عليك خويا لا هذا ما جيني له شو ولا صار هكا برشا ناس اليوم كلها صار لا بدات ترخص شويه لا صار على حسب تو بدات ترخص شويه فما شويه كان في الطماطم بركه راهي غالي طماطم وبطاط اما الباقي كل شيء رخيص نشوف فيه انا مش غالي الطماطم غاليه والفلفل غالي ب 1600 تسمى الطماطم الكيلو عليه 2600 اي الفلفل 2600 مسعلين هما الطماطم مسعلين على خاطر 600 قناريه زوز بدينار هز يا قاد في الحلفاوين بزوز بدينار هكا زوز بدينار باهي كيك من الحلفاوين مش ما تقعدكش في قلبك هاك نبيعوا كرخص مع الحلفاوين خارج طلعتك برك لا لا باس نبيعوا باس على اليمين وعلى اليسار شوف هنا في ماسك هذاك العجل هذاك العجل شو ذي نسمة ولا الإذاعة الوطنية؟ ها؟